اكيد في جزء مش محتاجين نناقشه في موضوع المقاطعه والمشاركه اللي هو الجزء العمومي، يعني البعض اللي بيتمسكوا بالمقاطعه النهارده بيطرحوا حاجات زي انه الانتخابات مش هي اللي هتغير، وبعض اللي بيتمسكوا بالمشاركه بيقولوا ان المقاطعه سلبيه. مش ده الموضوع اللي بنناقشه، يعني كلمه انه فكره انه الانتخابات بالطريقه ديت في كل زمان ومكان مش هي اللي هتغير، عارفينها من زمان ومؤمنين ان مش هي اللي هتغير، ومش معنى كده ان احنا هنقطعها. وكذلك فكره انه المقاطعه في حد ذاتها عمل سلبي لوكش بين المواطنين السوريين، برضو يعني فاهمين انه في لحظه ممكن تبقى صح المشاركه وفي لحظه ممكن تبقى صح المقاطعه. فاحنا بنتكلم على يعني الانتخابات ديت اللي بيتنافس فيها عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي على الرئاسه دلوقتي، مش فكره الانتخابات بشكل عام. فانا يعني هتجاوز شويه الكلام العمومي اللي بيتقال على الانتخابات، وهنتكلم في الانتخابات ديت بشكل مباشر. بس قبل ما اتجاوز النقطه ديت لازم نبقى فاهمين ان الانتخابات، مبدا الانتخابات، مبدا التصويت ده انجاز كفاحي، يعني تم عبر يعني عصور من الكفاح، ما كانش في حاجه اسمها انتخابات، واذا ما كانش ناس نطلت وثورات قامت ما كانش هيبقى في انتخابات. الانتخابات اللي هي ما بتغيرش، اللي هي بتديرها اجهزه الدوله في اغلب الاحوال، بتسيطر عليها رؤوس الاموال، واللي فيها مليون ملحوظه، لا زالت انجاز لكفاح جماهير عريضه في العالم كله، مات عشانها ناس في اوقات كتيره. وحتى لما ممكن نقرر في مره ان احنا نقطعها، ما بنعتبرش انه الانتخابات ديت حاجه وحشه. احنا شايفين ان المفروض تبقى افضل، المفروض التعبير عن الوقت الجماهيري يتم بطريقه افضل، لكن يعني التعامل مع الانتخابات على انها حاجه مش المفروض تحصل خالص، او انها حاجه عمرنا ما هنتعامل معاها، بيهدر فكره ان ده انجاز لنضال جماهيري امتد لاصول طويله، مش في مصر بس في حتت كتيره. ويعني يعني هخش في الموضوع على طول. كنا بنتكلم على فكره الاسئله الغلط، يعني انا احيانا اطرح اسئله على الانتخابات ديت عشان اقرر ان انا اشارك او ما اشاركش، فتطلع الاسئله ديت هي الاسئله الغلط، وبالتالي تؤدي نتيجه غلط. زي مثلا شاركت او ما شاركتش، هو حمدين عنده فرصه ان هو ينجح؟ انه مشاركتي او عدمها مبنيه على فرصه المرشح اللي انا احتمال ادعمه لو شاركت في النجاح من عدم. ويعني دي بصراحه يعني لو سؤال زي دوت هو اللي ممكن يحدد مشاركتنا، فاكيد مش هنشارك في 90% من الحاجات اللي شاركنا فيها. اكيد كانت مشاركتنا ممكن تقتصر بس على 18 يوم في ميدان التحرير، ولو كنا بنفكر كده ما كانش بقى فيه 18 يوم في ميدان التحرير اصلا. المشاركه في اي معركه مرتبطه بمدى ايماننا بالهدف وراء المعركه دي، سواء هيتحقق او مش هيتحقق. ده مش حاجه عبثيه، مش ان انا هروح اشارك وخلاص وانا عارف ان انا هخسر بمنطق عقائدي. ممكن نضرب امثله كتير في دوت اقربها لذهني، انه في سنه 2008 10,000 عامل في غزل المحله طلعوا في مظاهره عشان الحد الادنى للاجور. حتى اليوم لم يطبق الحد الادنى للاجور، وبالذات ما اتطبقش على عمال المحله اللي عملوا المظاهره دي. هل النهارده ممكن نقول ان المظاهره دي كانت غلط وما كانش المفروض العمال يشاركوا فيها، لان هي بعد كل الفتره ديت ما انتجتش حاجه؟ بالتأكيد الحد الأدنى للحضور من حق العمال، من حقهم إن هم يكافحوا عشانه، وقد يستغرق الكفاح دوت فترة طويلة، وفي معارك صغيرة كتيرة ممكن يخوضوها مش هيكسبوا فيها الحد الأدنى للحضور، لكن هتقربوا من الحد الأدنى للحضور. ناهيك طبعًا على إنه محدش بيخش أي معركة وهو معاه ضمانة مسبقة إن هو هيكسب المعركة ديت. حتى إذا كان المعركة ديت أقرب إلا إنه إذا فعلا مؤمنين إنه يجب أن نخوض هذه المعركة
لأهداف واحد اثنين ثلاثة، واحتمالات مكسبها من خسارتها مش واضحة بالنسبة لنا، فلازم نخش المعركة. كمان فكرة إنه الإعلام نجح فعلاً، الإعلام ورئيس الدولة نجحت فعلاً إنها تبني شعبية وهمية لعبد الفتاح السيسي خلال الفترة اللي فاتت، مع المنطق إنه يعني صوت خافت أو يكاد يكون مش مسموع وسط كل البروباجندا اللي حصلت. هل ده سبب كافي لإن إحنا ما نشاركش؟ أنا تقديري إنه العكس هو اللي ممكن يبقى صح، بمعنى إنه لو الجماهير شايفة بشكل مختلف، الجماهير شايفة اللي أنا شايفه، ممكن ساعتها تكون مهمتنا أبسط وأسهل ومش لازم. يعني لو كل الناس هتطلع ضد الثورة المضادة فأنا مش فارق قوي، لكن لو صوتي أنا هو الصوت الخافت الوحيد اللي موجود فهو الأهم على الإطلاق، هو اللي لازم أحافظ على إنه يفضل موجود ومستمر. طيب، هل حمدين صباحي يساوي السيسي؟ يعني طبعا ده سؤال بديهي، لانه في تحالف اسمه تحالف 30 يونيو، مش 30 يونيو، 30 يونيو كان القوى المعارضه للاخوان بتنوعها من اليمين واليسار بتخوض معركه ضد الاخوان المسلمين، وقطاع كبير من تحالف 30 يونيو كان بيخوض المعركه ديت لصالح الثوره، ضد الاخوان لصالح الثوره. تم اختطاف المعركه ديت لصالح الثوره المضادة، واللي عبر عنها تحالف 3 يوليو اللي بيقوده الجيش، واللي حامدين كان فيه، واللي حامدين خلال الفترة ديت من 3 يوليو لغاية النهارده تجاهل حاجات كتير. دافع عن احمد دول، بس في ناس كتير مسؤولين بدافع شعب. تجاهل ان في مذابح حصلت، ان في ناس كتير اتقتلت، ويعني تجاهل انه في انتهاكات كتيرة وتراجع مهم عن ثورة يناير قام بيه تحالف 3 يوليو ده. بس هل قائد الثورة المضادة يساوي بعض من كانوا في ثورة يناير وكانوا بيناضلوا قبل نظام مبارك، قبل ثورة يناير، ولأسباب متعلقة بالذعر من الإخوان المسلمين واللي بعضه مبرر وبعض التاني مش مبرر، وانتهازية بعضهم وانهم شايفين انهم قد يحصلوا على جزء من السلطة في التحالف ده، هل يتساوى قاتل الثورة المضادة مع البعض دوت؟ في تقديري لا، ما يتساووش. يعني حمدين صباحي مش جزء من الثورة المضادة، حمدين صباحي واحد ناضل، او هو بيمثل طيار ناضل ضد نظام مبارك في قضايا العمال وفي قضايا الفلاحين وفي قضايا الطلبه وفي قضايا الفلاحيه وفي قضايا الوطنيه، وشارك في ثوره يناير وارتكب اخطاء فظيعه تخلينا ناخد موقف حاد وحاسم منه، لكن مش هنعتبره هو عبد الفتاح السيسي هو قائد الثوره المضاده، بالعكس هنعتبره بعد شويه احد ضحايا الثوره المضاده، زي بالظبط ما الاخوان بقوا ضحايا المجلس العسكري بعد تحالفهم معانا. الاخوان فعلا دخلوا في تحالف مع المجلس العسكري من فبراير لغايه من فبراير 2011 لغايه 2012، وبعد كده تحولوا الى ضحايا للمجلس العسكري. المجلس العسكري استخدمهم، المجلس العسكري اللي ما كانوش اي شعبيه في اللحظه دي، استخدم التيار السياسي اللي ليه شعبيه علشان يقدر يسيطر، ولما قدر يسيطر قطع التيار دوت وصححه. ماشي؟ برضه الثوره المضاده واللي بيقودها عبد الفتاح السيسي استخدمت جبهه الانقاذ بالفصائل اللي بعضها ليه درجه من الشعبيه وليه بعض الشرعيه الثوريه، ووارد جدا انه الخطوه التاليه انه يستخدموا دول ضحايا للثوره المضاده بعد شويه، مش انهم جزء من الثوره المضاده او انه حمدين صباحي يساعد عبد الفتاح السيسي، لا. عبد الفتاح السيسي، فوز عبد الفتاح السيسي يعني فوز الثوره المضاده، يعني انتصار الثوره المضاده. الثوره المضاده حققت عده انتصارات، لكن ما فيش
في حركة الثورة انتصارات نهائية أو هزائم نهائية لغاية دلوقتي. فوز عبد الفتاح السيسي يعد انتصار للثورة. فوز حمدين ممكن ما يعنيش انتصار للثورة، بالتأكيد مش هيعني انتصار للثورة، لكن هيعني خسارة للثورة بالضبط. وممكن ما تبقاش الخسارة ده كبيرة، بس هي هتبقى كبيرة لأنها هتبقى أول خسارة بعد الهزايم، بعد الانتصارات المتتالية للثورة. مش بس خسارة الانتخابات، لا خسارة أي أصوات في الانتخابات. إزاي إن الانتخابات دي توضح إنه إزاي 26 مليون، الملايين بتاعت 26 مليون اللي اتوجهت للتليفونات ما بقتش تتوجه النهارده. إنها قل عددها في الدستور وقل عددها أكتر في انتخابات رئاسة الجمهورية، وممكن التوازن يختل في معركة تانية. طيب فكرة الانتخابات شرعية ولا مش شرعية؟ أظن وائل أشار لدوت إيه اللي بيدي شرعية الانتخابات؟ الشرعية كانت مع مصر في انتخابات 2012 والدستور اللي عملته مع الشرعية، دلوقتي الشرعية مع الدستور الجديد. السؤال زي ما طرحه وائل، هي الجماهير راحة الانتخابات ديت؟ ده بالظبط هو سؤال الشرعية. الشرعية ديت ما هياش حاجة، ما هياش مسألة رياضية، دي مسألة بتتصنع على الأرض. اللي هينجح في إن هو يطلع الجماهير بالحق أو بالباطل، بالتزييف أو بالحقائق، هيبقى معاه الشرعية، هيقدر يصنع الشرعية، بس الشرعية حاجة بتتصنع. يعني مبارك كان شرعي طول ال 30 سنة. ثورة يناير خلته مش شرعي. فإذا الجماهير هتطلع تصوت في الانتخابات ديت، ده معناه إن الانتخابات ديت هتصنع شرعيتها. ممكن ما تبقاش شرعية بالنسبة لي، بس هتصنع شرعيتها بالفعل، وما يترتب عليها هيحصل على نفس الشرعية. طيب هل هيكون في فرق مهم لو السيسي نجح ب 99% او نجح ب 75% او 50% او اي مكان؟ مش الباطل يشوف انه مش فرق، خلاص هي المعركه مقسومه وهينجح، وبالتالي بيشوف ان المقاطعه افضل. بس المقاطع ما صوتش ضد السيسي، الاصوات اللي هياخدها حمدين الجزء الاكبر منها هي الاصوات اللي بتقول لا للسيسي. واذا ممكن يبقى في 25% او 20% او 15% بيقولوا لا للسيسي، بيقولوا لا للثوره المضاده، ده معناه انه اجهزه الدوله ما نجحتش حتى هذه اللحظه في محو كل اثار ثوره يناير، وانه ما زال في كتله قادره على استكمال المعركه ما بعد الانتخابات الرئاسيه. اخر سؤال، عشان احنا مهمومين اكتر، مشغولين اكتر بان احنا نتناقش تزويد الانتخابات، انه الانتخابات هتتزور. لا، الانتخابات مش هتتزور لو قطعنا، الانتخابات مش هتتزور، العكس. ارجو ان هم يضطروا يزوروا، ارجو ان يبقى في ضغط كافي لان هم يضطروا يعملوا تزويد الانتخابات. يعني الافضل بكتير اذا هم هيزوروا في الانتخابات، اذا هتطلع ناس كتير وتروح تصوت ضد السيسي وهم يضطروا يزوروا، ويبقى مفهوم ان هم اضطروا يزوروا افضل 100 مره من انه يبقوا ما زوروش ونجحوا من غير تزوير. ده انتصار اقوى. يعني التزوير في حد ذاته، يعني ان احنا ما نضطرهمش حتى ان هم يزوروا، ان احنا ننسحب للدرجه دي، نتراجع للدرجه دي، وحتى ما يبقوش مضطرين ان هم يزوروا، دي يعني اكبر هزيمه ممكن تتهزمها الثوره. بمعنى انه خلاص ما بقاش حد اصلا بيحارب معركه الثوره، حتى الدوله مش مضطره، يعني الدوله النهارده مضطره تقمع المظاهرات. ما بالنا لو حتى ما فيش مظاهرات مضطره الدوله تقمع. يعني كان في جدل شديد حوالين ننزل في 25 يناير ولا ما ننزلش في 25 يناير. نزلنا في 25 يناير، وتلقينا نقد شديد ان احنا نزلنا في 25 يناير لانه حصل قمع شديد في 25 يناير.
بس اللي بنتقده دوت ما بيسالوش ماذا لو لم تضطر الدوله حتى لقمع معارضيها، انه ما فيش حتى معارضين يتقمعوا، ده معناه انه جيم اوفر خلاص انتهينا اللعبه كلها خلصت. ماشي، ان احنا نعترف، نتطلع بان احنا نعترف بانه خلاص ما بقاش في معركه، ما بقاش في معركه بين الثوره والثوره في الدوله. يعني هنهي كلامك بحاجه بسيطه، يعني فكره بسيطه يعني وردت على بالي في الفتره المقاطعين والمشاركين حطوا ايدهم على قلبهم في لحظه معينه في الفتره اللي فاتت، لحظه ما كان حمدين ممكن ما يكملش التوكيلات بتاعته. وبقى يعني فعلا على لسان كل حد، حتى المقاطعين وحتى المقاطعين بتعصب شديد متمسكين جدا بالمقاطعه، بيقولوا للدرجه دي يعني حتى ما فيش 25,000 عايزين يعملوا توكيلات ضد السيسي؟ ويعني احنا معروف بالنسبه لنا ان الناس كتير حتى من المقاطعه نزلت تعمل توكيلات انقاذا لما وجه الثوره، انه ما ينفعش تبقى الثوره مش قادره تلم 25,000 توكيل لمرشح مش بتاعها. يعني متجاوزين فكره المحامدين مرشح الثوره، بس 25 توكيل بيقولوا لا مش هنرشح للسيسي، انه يبقى السيسي جامع نص مليون توكيل والمنافس اللي بيتمحك في الثوره، اللي بيقول الثوريين يجوا يعصروا عليا لموني، مش عارف يجمع 25,000 توكيل. تخيلوا لو حمدين خد نص في المية. ماشي، هتبقى النتيجه ايه؟ ماذا يعني انه حمدين صباحي يحصل على نص في المية في الانتخابات؟ ماشي، ده معناه انه الثوره المضاده انهت كل معركه خلاص.